لاعب مازيمبي بطريقه رائعه ومشي الدفاعات المسابقيه وحارس المرمى يوبوميرو يستلم يستلم على هذه الهجمه الصعبيه. ماذا قلت لكم مشاهدي الكرام؟ الصامبيون قريبون من الهدف وعلى الطاير وعلى الطاير. هذه صعبه يا لوبو يا ميرو جيبه من الشباك يا لوبو. الصامبيون يردون بعد تضيع ضربه الجزاء. هذا هو العقاب يا الموزمبيق، هذا هو العقاب عندما تضيعون يسجل في مرماكم بطريقه اللاعبين الكبار.